لا رب العالمين، ده توفيق ربنا ان انت في فتره قصيره الحمد لله قدرت ان انت تجذب رعاه للنادي، وقدرت ان انت يبقى فيه رعاه عايزه تبقى موجوده معاك وتعمل شراكه معاك. فدي الحمد لله بفضل ربنا هو دليل نجاح للنادي، ودليل النادي الحمد لله ماشي بشكل كويس في الحته كمان التسويقيه. فان شاء الله نبقى مكملين على كده باذن الله. لا مش اقرب ولا حاجه، احنا لسه عندنا عدد ماتشات مش قليل، لسه عندنا عدد ماتشات كبير، فالموضوع لسه بعيد، فلسه بدري قوي ان احنا نتكلم في موضوع المنافسه. يعني احنا عندنا ماتش مهم جدا بكره، ماتش سموحه. احنا تركيزنا كله في ماتش سموحه، ان شاء الله ربنا يكرمنا ونكسب الثلاث نقط. بعد ماتش سموحه عندنا ماتش البلديه، اللي احنا برضو بعد ما نخلص بكره نبدا نركز في ماتش البلديه. يعني انا وجهه نظري ان انت لما يكون لسه عندك تقريبا لسه 12 ماتش فاضل على الدوري، فهو عدد مش قليل، هو عدد كبير ان انت يعني بدري قوي ان انت تبدا تقول ان انا بنافس يعني، او ان انا لسه دخلت المنافسه. فاحنا تركيزنا كله ان شاء الله في ماتش بكره، ربنا يكرمنا. انت بتوصل اللعيبه، انت مش محتاج توصل للعيبه، هو اللعيب لو انت هتوصل له اهميه الماتشات فانت فيبقى في مشكله. لو انت هتقعد توصل للعيبه اهميه الماتشات اللي عامه هو بيلعبها فدي مشكله، لان طبعا طبيعي ان اللعيب يكون حاسس باهميه الماتشات اللي احنا بنتكلم فيه، واللعيبه حاسه بيه اهميه ماتش بكره. لسه هفضل هرجع اقول لك تاني، هو اهميه ماتش بكره لسه بدري قوي ان احنا نتكلم في حاجه تانية. يعني في فرق طبعا كويسه، في فرق لسه كمان اول سنه ليها السنه دي عامله ماتشات كويسه جدا، في فرق قويه في الدوري السنه دي، في شكل منافسه كويس. اتمنى ان شاء الله المنافسه تفضل كده. يعني نعرف ايه اللي تم في لجنه استماع رمضان صبحي، نطمن على كابتن رمضان. لا خد بالك في حاجات ما ينفعش نتعلق عليها طالما لسه في، يعني لسه الموضوع ما خلصش، فدي ان شاء الله لما تخلص باذن الله نبدا نعلق عليها، لان لسه ما فيش حاجه فعلا نعلق عليها دلوقتي. رمضان او غير رمضان، في الاخر احنا اي لعيب عندنا في النادي، اي حاجه يعني اي كيس لاي لعيب عندنا في النادي هو طبيعي يبقى فيه مسانده من النادي. يعني ازمه الشيبي وحسين الشحات، فيش اي جديد؟ والله الجديد اللي طالع دلوقتي ان ممكن عشان الموضوع فيه استئناف فبيتوقف الحكم اللي صدرت بالست ماتشات، الايقاف ده يتوقف لحد ما يبقى فيه حكم تاني، فمحتمل ان الشيبي يكون موجود ان شاء الله في الماتشات اللي جايه. بص الحال الودي، هو الحال الودي هو مع الشيبي. خد بالك انا كنادي، انا قلت وهقول تاني، انا كنادي انا دوري ان انا اساند الشيبي، لكن لو الشيبي عايز يحل بشكل معين دي حريته الشخصيه يحل وانا معاه. لو هو عايز يكمل في الموضوع هو حر وانا معاه، بس انا دوري كنادي ان انا ابقى داعم للشيبي، وان انا يعني انا معاه في اي حاجه. بس احنا عايزين رد صريح طبعا، احنا هبعتنا وهنبعت لاتحاد الكوره، احنا عايزين رد صريح هل الشيبي ممكن يشارك في الماتش ولا مش ممكن، وهنستنى نشوف الرد. رد صريح، لان اعتقد ان انا سمعته دلوقتي وانا داخل ما لحقتش ان في جواب وصل للنادي، بس مش باين فيه الكلام. العطار نفى ان هو موقع الخطاب ده. اوكي خلاص مفيش مشكله، احنا هنبعت للاتحاد الكوره ونعرف منهم بشكل صريح والله هل الشيبي يقدر يشترك ولا لا، لان احنا من غير ما جواب ما يجي او في حاجه تيجي رسميه اكيد مش هنعمل حاجه، لازم يكون في حاجه رسميه.